شارع أحمر. هاي إيفريون، كتير سعيدة نرجع نلتقي قريباً بلبنان وتحديداً بمهرجانات بيبلوس الدولية، هالمسرح يلي عنده معزة خاصة بقلبي لأنه هو أول مسرح وقفت عليه ومنه انطلقت. عندي فيه ذكريات كتيرة، 3 مسرحيات غنائية وحفلتين كانوا بالنسبة لإلي علامة فارقة. رح نرجع نلتقي بكونسرت بعنوان بعد سنين، بيلخص هال16 سنة اللي قطعوا. رح غني أغاني من الألبوم الجديد ومن الأعمال السابقة. الإدارة والإشراف الفني لأسامة الرحباني. Can't wait to see you soon. موعدنا بخمسة آب ببعد سنين The Concert. Some. Whole lot of money, you can make some. Don't throw it back, don't break nothing, yeah, yeah. She gon' get nasty, yeah. Broke ass nigga, girl, I ain't one. Whole lot of money, you can make some. You hatin' ass nigga, wanna say some. She gon' do it on that handstand, do it on her dick. Do it cause you know you need the money for the friend. Do it cause you hopin' it's gon' put you on the jet.